ألقت الشرطة العسكرية بتعز القبض على 3 مسلحين من أفراد العصابة التي اقتحمت برج الإرسالات لإحدى الشركات الوطنية للهاتف النقال، وقامت بنهب عدد من الأجهزة والبطاريات. وأشار قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشميري إلى أن أفراد الشرطة تمكنوا من ضبط المنهوبات والتي سيتم تسليمها لشركة الاتصالات. تم التحرك بعد البلاغ مباشرة، وتم أخذ أقوال الشهود شهود الواقعة، وتم التحرك بموجب هذه المعلومات التي توفرت من الشهود، وتم ضبط 3 عناصر من عناصر العصابة ومتابعة المنهوبات وإيصالها إلى الشرطة العسكرية، ومن ضمنها البطاريات 24 بطارية وأدوات أخرى موجودة في مقر الشرطة العسكرية. الآن نحن في تعقب بقية عناصر المسلحين هؤلاء، وسيتم إيصالهم.